ساتر، هي الست دي مش بتتهد؟ هي كل يوم لازم تبهدل الواحد مننا؟ ايه يعني مالهاش كبير؟ بقول لك ايه، كل عيش وانت ساكت احسن، دي ربنا مقدرها على الافتراء قوي. لازم تفهم يا بني ادم انت ان الفوضى اللي كنتوا ماشيين بيها قبل ما يطلعوكم على المعاش مش مسموح لك حتى تفتكرها هنا يا مدام انجلي، ومش مسموح لك برضو انك تطلع صوتك من غير اذن. انتوا بتشتغلوا هنا وبتاخدوا فلوس عشان تقولوا حاضر ونعم وتمام، ومعروف للكبير والصغير هنا ان اللي بيقصر مش برحمه. ما هو يا فندم لو حضرتك بس، لاخر مره بحذر حضرتك انك تقاطعني وانا بتكلم، ويكون في علمك ان مش انت بس اللي هتتحاسب، المدير المالي اللي انت بتشتغل عنده هو كمان هيتحاسب. احنا مش شغالين في مال سايب. شيرين، امر بعد دقيقه واحده. حمدي امر اداري بخصم كل المكافئات والاضافي للاستاذ ده لمده 3 شهور جايين، لغايه ما يجيب لي تقرير كافي ليه المناقصه دي ما رستش علينا. لو اقتنعت بالتقرير يكمل معانا، والخصم برضه يفضل ماشي، ولو ما اقتنعتش يتعين واحد بداله فورا من الالاف اللي سايبين ورقهم عندنا. استنى عندك، عايز تقول ايه عشان تبرر ضياع الشغل مننا؟ يا مدام انجي، انا عملت الدراسه اللي المفروض انها تتعمل في اي صفقه او مناقصه احنا بندخلها، لكن الخطوات النهائيه حضرتك عارفه انها مش من اختصاصي، لا انا ولا اللي زيي، دول ناس محددين معروفين في الشركه. الدراسه ما كانتش وافيه يا استاذ، عشان كده الناس اللي انت بتقول عليهم ما قدروش يخلصوا الحكايه. يا مدام انجي، اللي يحكم على قوه الدراسه لابد يكون دارس اقتصاد مش مجرد إنه... اسمع الجدل ده انا ما بحبوش، وخبرتك اللي انت بتتكلم عليها دي لو كانت نفعت شركاتكم ما كانتش اتباعت واحنا اشتريناها. ومن هنا ورايح اللي مش هيمشي بسياسه انجي الكاشف بالشعره وينفذ اوامري الباب يفوت جمل. في حاجه؟ لا يا بنتي مفيش حاجة، مفيش. ساعدني يا ابني، ساعدني عشان احط، ساعدني. هو حضرتك ضيف هنا ولا بتشتغل معانا؟ انت يا ابني ما تعرفنيش، لكن انت معذور، كلنا هنا بقينا غرب عن بعض. انا يا ابني انور عبد الهادي، موظف في الإدارة المالية، بس صدقني لولا عندي أولاد قدك ولازم أساعدهم ما كنتش جيت هنا من الأصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا أستاذ أنور، تحب أجيب لك أي حاجة؟ لا يا ابني شكرا، بس من فضلك خد المحفظة اللي بجيبي فيها نمر أولادي، واطلب أي حد فيهم يجي ينقلني المستشفى. حاضر. أرجوك بسرعة. اسمح لي أقول لك يا عبد الوهاب باشا، إن الحلول اللي قلناها كلها دي مرتبطة بحل مشاكل السيولة عندنا في الشركة. رغم إن أنا ما بحبش كلمة عندنا دي، بتحسسني المشكلة مشكلة خاصة. أنا متأكد إنك عارف إن الحالة الاقتصادية في البلد الأيام دي مش مظبطة. ما هو يا فندم ده كله بسبب اللي حصل من سنتين في امريكا. انا قلت ان 11 سبتمبر هيفضل تاريخ اسود للاقتصاد لكذا سنه، وبعدين انا من رايي ان زي ما سبب الازمه من بره الحلول برضه لازم تبقى من بره.
برغم ان انا حاسس انك بتتكلم في ندوه في التلفزيون او ان احنا بندردش مع بعض واحنا قاعدين في ملعب الكروكيه في النادي، الا ان انا عملت كده بالظبط. انا عملت كونكشنز وفتحت كذا تشانل مع كذا بلد بره عشان نقدر نكمل شغلنا اللي يمكن يكون اتعثر شويه. طيب دي اخبار مهمه، وحضرتك شايف ان الحكومه بتشجع الاستثمار الاجنبي دلوقتي. ايوه بس احنا مش مجبرين ان احنا نشتغل في الاستثمار اللي تحدده الحكومه. كل واحد حر، كل واحد عارف مصلحته. مشكلتنا دلوقتي ان احنا نحدد ونعمل اكتر من ورقه عمل عشان اقدر اتعامل مع بنوك تانيه غير البنوك اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي، لغايه ما نشوف حكايه التمويل الاجنبي ده هيتم فيه ايه. بس يا فندم، مراجعه البنك المركزي علينا هيخلي وضعنا ضعيف جدا، لاننا لسه ما سويناش اوضاعنا الماليه مع البنوك اللي بنتعامل معاها، وده معناه عدم السماح او الموافقه على اي قرض الا بعد تسويه الديون القديمه. بس انا بقى بتكلم على بيزنس جديد، مشاريع كبيره، رؤوس اموال ضخمه، يكون المدفوع فيها في حدود المسموحه والاصول، مع شويه ضمانات نتعب نفسنا في اننا نلمعها شويه. لا يا باشا لا، المساله صعبه جدا، ما هياش سهله زي ما حضرتك متخيل. اكيد حضرتك عرفت موضوع الشركه الدوليه للانشاءات، المساله كلها مجرد ايام لغايه ما الجرايد تنشر التفاصيل. البنك مش بس رفضوا يمولوا المشروع، ده كمان كان سبب في بلاوي على اصحابها. عارف، بس ده بسبب انهم كانوا اغبياء لسه بيشتغلوا بالسيستم القديم. ومع ذلك انا شايف ان البنك اللي رفض القرض بتاعنا ده الظروف خدمتنا معاه، وان احنا في المستقبل القريب لازم نركز مع البنك ده اكتر من اي بنك تاني غيره. ايوه صباح الخير، معاكي شيرين من مكتب مدام انجي الكاشف. ايوه كنت بعمل بس مع حضرتك كونفرميشن على ميعاد مراد بيه بكره. اوكي ميرسي قوي. خلاص اوكي ان شاء الله، ميرسي. ولما انت ناوي تدخل في بيزنس جديد مش كنت تقول يا راجل؟ لا، ما انا قلت بقى مفيش داعي للشوشره. اصله بيزنس زي ما تقولي كده في اضيق الحدود، ده حتى الناس اللي بتعمل البيزنس ده نفسهم مش هيبقوا عارفين انهم بيعملوه. اخ منك، نفسي اعرف دماغك فيها ايه يا عبد الوهاب، واخدنا كلنا كروت في اللعبه انت بس اللي عارف اسرارها. لا يا حبيبتي غلط، اسرار اللعبه دي مش في ايدي انا، في ايدك انت. واكبر دليل على كده ان احنا مش بس شركاء، احنا متجوزين. بطلته وهبطل السجاير، وموضوع جوازنا ده بتل بقى موضه قديمه قوي، مفيش داعي ندخله في حساباتنا. غريبه، مع ان كل حساباتك كانت قايمه على اساس الجوازه دي يا انشي. ما قلنا ما ندخلش الحسابات في الجواز يا عبد الوهاب. خلاص 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 ما تعصبيش نفسك، بس اصل الحسابات المره دي من النوع اللي بنحبه قوي يا انشي، مش بالملايين، بالمليارات. مشروع 6 اكتوبر بتاع الاسكان مش كده؟ لا مش كده، لان ده مش مجرد مشروع اسكان، دي مدينه متكامله، اسكان، ملاهي، فنادق، مزارع، وكل ده هيتباع بالسعر اللي انت عارفاه كويس. يعني لو قارناه بالسعر اللي احنا اشترينا الارض بيه مش هتقدري حتى تحسبي فرق المكسب. طبعا، اصل وقتها سعر الارض كان بملاليم، عشان كده كتبتها باسمي، ويا ريتك حتى دفعتهم. يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها باسمي وباسمك. وبعدين تعالي هنا، اذا كنت انت تملكي عبد الوهاب درويش ذات نفسه هتقلقي من ايه بقى؟ معنى كده ان الكارت هيبقى باسمي انا؟ اوف كورس ماي دارلينج، كل الضمانات ودراسات الجدوى اللي عملها البيت الفني طالعه على الاساس ده. ها قولي لي، هتقابلي مراد الزيادي امتى بقى؟ بكره. بس انا عايز افهم بقى اشمعنى التوقيت ده هو المناسب؟ لان الموضوع بتاع الشركه الدوليه للانشاءات ده هيعمل زوبعه كبيره قوي على راس رأفت شاهين صاحب الشركه. مش كده وبس، ده في مشروع تاني بحوالي 800 مليون جنيه هتقدمه شركه تانيه خالص لنفس البنك، وبرضه هيترفض. وانت عرفت ازاي انه هيترفض؟ بالاستنتاج. رأفت شاهين والشركه الدوليه للانشاءات لسه بيشتغلوا بالستايل القديم، يعني لو اي وضع اقتصادي مهزوز شويه ممكن انه يرفض مشاريعهم، لكن احنا بقى بنشتغل بستايل تاني خالص وبنصرف عليه كويس، عشان كده احنا بنتكلم لغه تانيه، very professionals. والا بقى
الموضوع يعتبر اتهام صريح، فهماني؟ فهمك طبعا، فهمك. اما انه يكون اتهام للبنك انه بيرفض ياخد اي شغل الا بمصلحه خاصه، او ان الاقتصاد القومي مش قادر يخش مشروعات كبيره رغم ان ورقها صح. برافو عليكي، الورق الصح هو اللي بيخلي الاحلام الكبيره تتبني، وحتى لو تهدد نفس الورق ده هو بيخلي الموضوع ما يتقلبش الكابوس. هنتغدى سوا النهارده؟ لا يا فندم، الميعاد اتأجل يوم الاثنين. كويس قوي، انا ما كنتش عارف هقول ايه في الاجتماع ده. والله يا فندم ربنا يقويك كده احسن. عموما بكره حضرتك عندك ميعاد ربنا يقدرك عليه. ايوه مش الاجتماع بتاع انجي الكاشف وعبد الوهاب درويش؟ لا يا فندم، الميعاد متاخد باسم مدام انجي الكاشف بس، مش متهيألي يعني حضرتك هتقدر تستحمل جوزها كمان. انا مش عارف ليه الست دي عليها كلام كتير قوي، ولو ان مفيش اي حاجه محدده، بس كلام على شغلها وعلاقاتها ومشاريعها، مش عارف هل هو بسبب انها سيدة اعمال غير تقليدية، ولا احنا نحب نشنع على الناس المشهورة؟ لا يا فندم، مش متهيألي في مبالغة ولا حاجة، الحكايات اللي بتتقال عنها بتخلي السوق يعمل لها ألف حساب، ولو ان يعني شكلها بيقول انها مش بتاعت شغل خالص، شكلها بيقول ما بتقومش من قدام المراية. انا فعلا بتفرج على صورها في الجرايد والمجلات وبستغرب، احيانا بفتكر انها بتشتغل في السينما. والله يا فندم الضخامة اللي فيها الامبراطورية بتاعتها هي وجوزها متخلينا ما نستبعدش تعمل اي حاجه. ايه رايك بقى في البريك اللي انا اديتهولك؟ روحي اديلي ملفات الحفظ المركزي بتاع الشهر ده. انا اسفه قوي يا فندم، انا ما خدتش بالي ان حضرتك مشغول. حاضر يا فندم، تحت امرك. ثانيه واحده. ايوه انا فعلا قريت الورق ده قبل كده، بس ما فيش مانع ان احنا نناقش المشروع مره ثانيه. اتفضلي. تحت امرك يا فندم، بس اسمحي لي لو في حاجه محدده قلقه حضرتك انا ممكن اشرحها لك بتفصيل اكتر. انا الموضوع كله قلقان، المشروع باسمي تحت مسؤوليتي، وده مشروع مش صغير، والاستاذ عبد الوهاب مش في الصوره خالص. دي ثقه كبيره من الباشا يعني. ثقه، عشان كده لازم اراجع مره تانية كل رقم وكل حرف، مفهوم؟ لا يا بابا، في حاجة متغيرة في الكوان ده، في حاجة غلط. ايه؟ دول مكانهم مش هنا. لا مؤاخذة يا ست نازلي، ما خدتش بالي، ولو ان مكانهم هنا حلو برضو. انت اللي حلوة، بس برضو لازم تعملي حاجة غلط كعادتك. مالك يا بركة؟ غصب عني يا ست ناصلي، ما عادش في دماغ. الله يجازي اللي كان السبب. جوزك برضه لسه بيزعلك؟ ايه تعزعله بس، هلا كمان صرمحته في كل حتة، خلت ولاده المتجوزين ينكسفوا منه. ده غير. طب اهدي اهدي بس، احكي لي ايه اللي حصل. عايز يتجوز الست نسل، ما تمرتش فيها العشرة وخدمتي لأولاده طول السنين دي كلها. يتجوز؟ ده انتوا ولادكم متجوزين، ده بدل انتوا ما تاخدوا بالكم من بعض وانتوا في السن ده. تقولي ايه يا ست؟ هما صنف الرجالة كده، لما يحسوا ان الزمن عدى على الواحدة مننا يركبهم الجنان، يبقوا عايزين يرجعوا السنين لورا، ما بيحسوش انهم كبروا زي ما احنا بنكبر. بس يا بركه، بس عشان خاطري انا هتكلم معاه. معقوله تكون عليه العشره بالشكل ده؟ اهانت يا ست نازلي، ما بقاش فاضل لي غير الحسره. أستاذة. خير يا عم فاروق؟ لا مؤاخذة، عايزين من حضرتك 450 جنيه. ليه بقى خير؟
موتورنا الميه عطلوا وهنشتري واحد جديد، حتى الاسانسير باظ وما ينفعش يصلح لانه هنجيب له قطع غيار، يبقى نصيب الشقه 450 جنيه. بس ياد بس يالا الحق كسر العربيه اللي ابنكم امراها عايش. طب انت عايز الفلوس دي امتى يا عم فاروق؟ يا ريت دلوقتي يا ست منى، لان انا هسيب كل اشغالي واروح اشتري الموتور من شارع الجمهوريه، لحسن ما فيش ولا نقطه ميه. يعني هم الشقق كلهم دفعوا؟ طبعا يا ست، بنلم من كل الشقق، وشقق التمليك والايجار الجديد اللي زي حالاتكم كله بيدفع. طيب يا عم فاروق، اصبر شويه لحد ما تيجي نقوم الشغل، يعني ساعه كده ولا حاجه. حاضر يا استاذه. بس يا اقعد انت وهي، اقعدوا. جيتي يا ماما؟ نهى، رجعتي امتى يا حبيبتي؟ برجع بدري اليومين دول علشان معرض الشركه هيبتدي، فبخلص شغل هنا في البيت. كويس، افتكرت فاروق البواب شافك كنت طالعه. ما شافنيش. لا، وبعدين فيها ايه لما يشوفني؟ لا مفيش حاجه يا نهى، هقوم اجهز الغدا. ماما في ايه؟ مفيش يا نهى، طالبين 450 جنيه للصيانه وانا لسه ما قبضتش مرتب. باقي معايا 500 جنيه من مرتبي، خدي نصهم وربنا يسهل. طب وانتي يا حبيبتي هتقضي بقيه الشهر ازاي؟ يعني مش كفايه ال1000 جنيه اللي ساكنين بيهم؟ معلش، ربنا هيسترها وهيسهلها ان شاء الله، احتمال يصرفوا لنا مكافاه المعرض دي بسرعه. بعدين يعني كنت عايزانا نعمل ايه؟ نفضل ساكنين في شقتنا القديمه بعد ما جالها امر تنكيس؟ ده كويس قوي ان صاحب البيت رضي ياخدها. يا نهى، ما هم الكام الف اللي اخدناهم عشان نسيبها ادينا سكننا بيهم. طيب هاتي دول، انا هعمل السلطه والاكل على ما انت تريحي شويه، وبعدين داي البواب وحطي 200 جنيه الباقيين من فلوس البيت. هقول لك ايه يعني؟ اي حلول تانية انت بترفضيه؟ معلش يا نهى، يصيرك تعرفي ان انا ما ظلمتكيش. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، ادخلي انت استريحي دلوقتي. لا ميرسي قوي. تمر بقى حاجه ثانيه يا باشا؟ ولا اقدر اكسر كلام الهانم شكيل قوي. تحت امر. فاكره زمان يا انجي؟ فاكره اول ما اتجوزنا؟ لما كنت اقول لك تعالي ناكل بره كنت تزعلي تقولي لا انا لازم اعمل الاكل بايدي. طبعا فاكره. كان متهيألي اني هقدر اعيش معاك بالطريقه اللي طول عمري كنت بحلم بيها. جواز، استقرار، هدوء، اسره. طب ايه بس اللي اتغير في الكلام اللي انت بتقولي عليه ده يا حياتي؟ ما احنا الحمد لله عايشين زي الفل اهو. انت اللي باستمرار بتحاولي تبعدي عني. حتى الشغل لما انت قررتي تخشي فيه وتشاركيني اهو. بقيت انا استنى الوقت اللي انت تفضي فيه علشان نقدر نقرب من بعض. انت اللي جريتني للشغل. انا زي اي انسانه طبيعيه. كنت بدور على الاستقرار في جوازي وحياتي. لكن انت مش من النوع ده. ولا عمرك هتكون. قولوا ان الايام اثبتت لك اننا كفء في الشغل، ما كناش هنوصل ابدا للمكانه اللي احنا فيها دلوقتي. يمكن كمان ما كناش استمرينا في جوازنا. طول عمري بحلم بالامان. كنت فاكره لما اتجوزتك ان انا حققت الحلم ده. ما كنتش عارف ان انا هخش معاك دايره الخوف الكبيره اللي انا عايشاها دلوقتي. خوف مني انا؟ لا 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 لا، مش منك انت خالص. من بكرة وبعده وبعده، من كل الأيام اللي جاية. لو عيني غمضت ممكن ألاقي مجهود السنين دي كلها ضعف اللي حصل. يا حبيبتي فداكي المناقصة اللي انتي ضيعتيها مننا النهاردة. ايه يعني؟ التيم اللي بيشتغل معاكي ما كانش مركز، سرحوا ما اشتغلوش كويس. أنا بكرة هعوضها لك إن شاء الله. عبد الوهاب، قلت لك 100 مرة ما تدخلش الشغل والحسابات في جوازنا. وبعدين أنت عارف كويس قوي إن المناقصة دي ما ضاعتش بسببي. وما تحاولش تثبت لنفسك أو تثبت لي إن أنت هتيجي تصلح كل الأحوال الملخبطة. الله 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 الله. أنت زعلتي ولا إيه يا حبيبتي؟ أنا كل اللي كنت بحاول أقوله إن مش كل مرة تنجحي في الشغل مع التيم اللي بيشتغل معاكي. بيني وبينك يا إنجي،
الشده مطلوبه في الشغل برضه. لعلمك انا بعمل تحقيق دلوقتي عشان اعرف مين السبب في ضياع المناقصه دي، والموظف اللي بلغوني ان هو السبب انت ما تتصورش انا عملت فيه ايه. ايه نسيتي حاجه مهمه؟ كنت مديه اوردر لشيرين ان لازم قبل ما امشي امضي امر اداري بعقاب الموظف ده. فوضى مفيش فايده فيه، لازم تفضل واقف فوق دماغهم عشان يخلصوا الحاجه. ايوه يا شيرين هاني، مش كان في جزء لازم امضيه قبل ما امشي؟ وما دام كتبتيه ما جبتوش عشان امضيه ليه؟ ايه امتى ده وهو فين دلوقتي؟ لا 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 خلاص الغيه، بقول لك الغيه. اوكي باي. ايه في انجي؟ تصوري يا عبد الوهاب الراجل اللي انا زعقت له تعب ونقلوه المستشفى. يا شيخ ده تلاقيه بيتصلبط بس لما عرف انك هتدي له جزء. لا يا عبد الوهاب ده راجل كبير في السن، مش معقول هيكذب. بعدين هو فعلا كان شكله تعبان. راح فين يا انجي؟ مش هتاكلي؟ لا هرجع المكتب تاني. الاستاذ وحيد ابو الفضل من الرقابه الاداريه يا فندم. رقابه اداريه؟ طب خليه اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا. معلش جاي من غير ميعاد. لا سيادتك تيجي في اي وقت، تحب تشرب ايه؟ ولا اي حاجه، في الحقيقه انا مستعجل، انا جاي لحضرتك في كلمتين. طب اتفضل. انا كنت عايز ابلغك ان التقرير اللي كتبته برفض تمويل مشروعات الشركه الدوليه للانشاءات كان مفتاح مهم جدا لينا، عرفنا من خلاله اسرار كتير عن الشركه دي. اسرار؟ انا كنت متصور ان هو مجرد تقرير اقتصادي هيخلي البنك ما يخش معاه في اي مشروعات. ما احيانا لغه الارقام بتكون مفاتيح لكنوز من المعلومات، والتقرير بتاعك خلانا نتابع الشركه ديت اصولها وتعاملاتها، واكتشفنا كتير من المخالفات بتاعتها. في الحقيقه يا فندم بالرغم من اندهاشي لسبب الزياره ورغم كلام اللي حضرتك قلته دلوقتي، لكن انا مش شايف ان انا عملت اكتر من واجبي. احنا في مرحله بنواجه فيها فساد كتير وفي مواقع مختلفه، وصدقني توجيه الشكر ليك وللي زيك وبشكل رسمي بالشكل ده كان ضروري عشان ما تتهزش قدام اي شركه او اي مؤسسه مهما كان اسمها او قوتها الاقتصاديه. خلينا على اتصال يا استاذ مراد. ان شاء الله. شكرا يا فندم، مع السلامه. اهلا بيك. ها تحب تاكل ايه بقى في المطعم الصيني؟ هيكون في ايه في مطعم صيني؟ ما تاكلش سبرينج رولز وبيجيك باك وسويت اند ساور. انت عارف كل حاجه. ها عندكم ايه؟ في حضرتك في تشيكن سويت اند ساور وفي سبرينج رول وفي مش قلت لك؟ هاتهم كلهم، هاتهم كلهم، بس هنبتدي بالسوق. اتنين ها؟ لا متشكر. تعرف يا حسن نفسي قوي اعيش زيك كده يا اخي، تلبس على راحتك وتخرج على راحتك وتسافر على راحتك وتاكل كل يوم في مطعم شكل. انت عارف انك انت من ساعه ما سويت معاشي وانت رجعت شباب تاني. هو انا سويت معاشي وقعدت اتفسح يا مراد؟ انا فتحت مكتبي اللي بشتغل فيه اكتر من شغلي ايام البنك، وبعدين مش كل القضايا زي قضايا البنك، وبعدين ايه شباب شباب ده، عينك هتزوغ ولا ايه؟ عيب عليك، انت مراتك ست كامله. يا خبر فكرتني، ده انا نسيت اقول لها اني هتغدى بره. يا برودك يا اخي، صدق انت احرجتني كده معاها، والله لو كنت اعرف ما كنت جيت اقابلك. بعدين انا كنت فاكرها خرجت مع ماها ولا حاجه. خرجت مين؟ نازلي؟ نازلي مش بتاعت الحاجات دي، نازلي تقعد في البيت تنظفه وتوضبه وترتبه، كل اللي بتفكر فيه الهدوء والاستقرار. اما انت راجل غريب فعلا، زي ما يكون مش عاجبك، امال كنت عاوزها تعمل ايه؟ تعمل اي حاجه يا اخي، المهم نجدد مشاعرنا، نخرج نتفسح نسافر نتشاقى، ولا يعني ربنا كتب علينا الروتين ده لغايه لما نودع؟ يا سبحان الله، انت باين عليك مخك طاق. يعني كنت هتنبسط لو الست مراتك من الهوانم بتوع الحفلات والمزادات؟ اسكت، مش انا عندي ميعاد في منتهى الاهميه. ميعاد ايه يخرب عقلك؟ انت شكلك كده ما يطمنش. ميعاد غرامي؟ غرامي ايه؟ وانا بتاع مواعيد غراميه؟ انا عندي ميعاد شغل، بس احلى ميعاد شغل جالي من 10 سنين. ليه؟ مع مين؟ انجي الكاشف. اهلا انجي الكاشف مره واحده؟
ده انت داخل دخله جامده قوي. اه لو كان ينفع تيجي الميعاد ده كنت تتفرج على اخوك هيثبتها في مكانها ازاي. يعني ايه ما دخلش مستشفى من المجموعه بتاعتنا بتتعامل معاه؟ ايه التسيب ده؟ هو القسم الطبي كمان عايز يتشد؟ يا فندم الموضوع مش كده خالص، المشكله ان الاستاذ قمر عبد الهادي رفض انه يتعالج في اي مستشفى تبعنا. خلاص مش مشكله، المهم يتصرف له شيك تامين للعلاج بتاعه. هو الموضوع برضو مش كده خالص. امال ايه الموضوع؟ ما توضحي بقى. الموضوع ان الاستاذ انور مش عايز الشركه تتحمل مصاريف علاجه. رفض؟ هو في حاجه تانية كمان حضرتك، هو الاستاذ انور قدم استقالته قبل ما يدخل المستشفى على طول. استقالته؟ ليه كده؟ للدرجه دي انا كنت خلاص يا شيخ. هاتي لي عنوان الراجل ده واسم المستشفى اللي بيتعالج فيها وبسرعه، وبعد كده روحي، انا مش عايزه حاجه. حاضر يا فندم، عن اذنك. مساء الخير يا نازلي. مساء النور. اتأخرت ليه؟ اصل كان عندي شغل. بعد الشغل رحت اتغديت مع حسن. هي ما مش هنا ولا ايه؟ لا لسه ما جاتش، بس زمانها على وصول. نازلي من فضلك ممكن بعد كده تبقي تزودي النور شويه؟ كنت قلت لك الاضاءه البسيطه دي بتجيب لي اكتئاب. حاضر يا حبيبي، انا اسفه. مراد من فضلك لو هتتأخر بره وتبقى تتغدى كمان بره، من فضلك ابقى اديني تليفون عشان انا دايما بستناك على الغدا. قوي قوي. ايوه لا مؤاخذه يا باشمهندسه، عاوزين فرق فلوس. فرق ايه؟ انت مش لسه واخد فلوس دلوقتي؟ ما هو الانواع اللي احنا جبناها يا باشمهندسه اسعارها فرقت كتير، فبقى نصيب الشقه 650 جنيه، يعني عاوزين 200 جنيه. في دلوقتي ولا نيجي وقت تاني؟ لا استنى، لا تاني ولا تالت، دقيقة واحدة. تلزم أي خدمة تانية؟ تشكري يا باشمهندسة. ممكن اتكلم معاكي شويه يا ماما؟ طبعا يا حبيبتي. انا عارفه انك مش هتغيري موقفك من بابا، وعارفه كمان انك رافضه ان اي قرش منه يدخل بيتنا، واتكلمنا في الموضوع ده بدل المره 10. امال ايه يا نور؟ ايه الجديد؟ الجديد؟ الجديد احنا لسه ما نعرفوش، بكره دايما بيجي ومعاه حاجه، خير شر محدش عارف. لكن اللي انا عارفاه حاجه واحده، ان انا اسمي نهى عبد الوهاب درويش. يعني ما ينفعش بأي منطق يبقى ابويا عنده الملايين دي وانا وانت مش لاقيين ندفع فلوس الصيانه اللي جات لنا فجأه. الفلوس يا ماما هي السند الوحيد للناس اليومين دول. ما تطلبيش مني اكون ملاك. بلاش تفكري بالطريقه دي يا نهى. امال عايزاني افكر ازاي وانا شايفه واحده غريبه عايشه بتتمتع بفلوسي وفلوسك؟ مش فلوسنا يا نهى. تعبت تقنع فيكي. وانا مش هقتنع غير بحاجه واحده، هي ان انا وانت محتاجين الفلوس دي، مش عشان نصيف بره ولا نغير عربياتنا، لا عشان نعيش. ناكل ونشرب وما نخافش من اي موقف ممكن يحصل لنا. الفلوس اللي بتتحسري عليها دي ربنا هو اللي مانع عنك لعنتها. ربنا العالم انا قد ايه بتقطع عليكي لما اشوفك نفسك في حاجه ومش قادره تجيبيها. لكن اديني بشتغل وانتي بتشتغلي، وكفايه ان انا بننام واحنا مطمنين وضميرنا مستريح. وفكرك يعني انجي الكاشف بتنام وضميرها مش مستريح؟ يا نهى ابوكي فلوسه حرام
وهو اللي اختار سكته من زمان، من قبل حتى ما تتولدي، وعمره ما هيرجع عنها ابدا. ومصيره في يوم من الايام هيقع، وهيقع معاه كل اللي قربوا منه. يا حبيبتي ده اختياره واحنا ملناش حكم عليه، لكن اختيارك انت بقى لازم تفكري فيه كويس قوي، لانك اضعف بكتير قوي من انك تقربي نار ابوكي وحياته. المساله مش بالبساطه دي، لازم حتى تستقر الاول وبعدين نفكر في موضوع نقل المستشفى تاني. لا يا دكتور، متهيألي ان حضرتك فهمتني غلط. انا ما عنديش شك في ان في رعايه كافيه هنا في المستشفى، انا كل اللي عايزاني اطمن عليه بسرعه بس. مفهوم حضرتك، بس انا مش عايزك تقلقي كده. هو صحيح الحاله كانت خطيره، بس هو الحمد لله اتحسن كتير. طب الحمد لله، الحمد لله يا رب. هو حضرتك قريبته؟ لا ابدا، انا صاحبه الشركه اللي بيشتغل فيها الاستاذ انور، قصدي اللي كان بيشتغل فيها. لو سمحت حضرتك، عايزه اسيب الشيك ده عشان كل المصاريف اللي هتطلبها المستشفى. هو حضرتك انجي هاني متكشف صاحبه الشركات وال... ايوه يا دكتور، طبعا انا متاكده ان حضرتك هتخلي بالك منه. طبعا يا هانم، ده احنا لينا الشرف. اتفضلي حضرتك عشان تطمني على انور بيه بنفسك. لا لا، ما فيش داعي دلوقتي. ويا ريت كمان يا دكتور، يعني موضوع المصاريف دي تبقى بيني وبين حضرتك لغايه ما انا اجي ازوره واقول له بنفسي. مفهوم، وبيتهيألي انا عارف ليه. هو الاستاذ انور قال لك حاجه؟ لا طبعا، واضح على حضرتك. في ناس كتير بيحبوا يعملوا الخير من غير ما يعلنوا ده. ربنا يقدرك. لو سمحت يا دكتور، أنا كنت عايزة أسيب شيك تاني علشان القسم المجاني هنا في المستشفى. هو الواحد بيحاول يعمل حاجة بسيطة يساعد بيها الناس. تفضل. كل ده حاجة بسيطة؟ ربنا يقدرك دايما يا هانم على فعل الخير. صباح الخير. صباح النور. خلي عندك انت يا استاذ ممدوح، ما تتعبش عينيك الحلوه دي، سيبنا طلع على الرقم من الكشف. يا سي مرتضى اسكت، وبعدين هو من كترهم يعني ما هم كم اسمي بس اللي نازل لهم القبض. ايه ده ليه كده؟ هو انا اسمي مش مكتوب ولا ايه؟ لا والله يا سي كريم، يمكن بكره ولا بعد. مر مر مر. اها، اتفضل يا سي مرتضى، امضي قدام اسمي. ما تتفضل معنا يا سي كريم، لقمه هنيه تكفي 100. لا هو ايه؟ ومش اي لقمه، دي لقمه متغمزه بالدلع كله. اي أيوة والله. الرقاصه اللي عايزه تعمل نجابه، والفنانه اللي خطفت جوز زميلتها بالسحر، وسلم لي على الوسط الفني يا ابوي. واعر واعر يا استاذ ممدوح. تصدق يا استاذ ممدوح، الناس فاكره ان المحرر الفني دوت مالوش غير السهر والتنطيط والجري ورا الفنانين والمطربين، مع انه والله التعب اللي بنشوفه دوت يساوي 10 اضعاف الملاليم اللي احنا بناخدها ديت. لكن هنعمل ايه؟ بنحب المهنه، مش بيقولوا مهنه البحث عن المتاعب؟ ربنا يتوب عليك ويتوب علينا. ممكن بقى توسع علينا عشان اسال الراجل على حاجه؟ اتفضل يا سيدي. هتساله عن ايه يعني؟ هو مش بيقول لك يا بكره يا بعده؟ اول مش هعطلك. سلام. طب مش باين لها امتى يا استاذ ممدوح؟ العمليه زنقت قوي. معلش يا سي كريم، والله اول ما الاستاذ حسين يمضي على باقي الكشوفات انا هتصل بيه واقول لك تاجي على طول. شكرا. وانت لو فضلت محبكها كده يا كريم زي ما انت عامل، مش بعيد يجي عليهم شهر وبدل ما يقبضوك هيدفعوك فلوس. محبكها ايه بس؟ ما احنا شغالين اهو ماشيين امورنا. وقلنا مش مهم يعجبنا احنا، المهم يعجب البيه رئيس التحرير والبيه رئيس الحزب. بس الظاهر مفيش فايده. انت هتعمل لي فيها شهيد ولا ايه؟ لا يا كريم، لا لا لا، مالكش حق. ده الاستاذ حسين غلب معاك. كام فرصة اديها لك علشان تغطيها وانت تعمل الموضوع من وجهة نظر تانية خالص. يا ايمان ارجوك افهميني بقى، الكلمة في اي جورنان يا ايمان ممكن يكون لها تأثير الرصاصة في صدر اي مجرم، معلقة الدواء اللي بترجعها قلب اي مريض، ضي شمعة يقدر رغم ضعفه انه يتحدى ظلمة العالم كله ويتغلب عليها. اللي انت بتسميه وجهة نظر تانية خالص ده يا ايمان ملوش عندي غير اسم واحد بس، الحياة، المنطق، صوت الحق.
اللي نفسه يلاقي له مكان جنب زغاريت وسجاد مرتضى واللي زيه. طب يا عم هو احنا كان جات لنا فرصه في جورنال تاني وقلنا لا. اوعى تفتكر النهايه يا سيمان. انا بدور على فرصه في كل لحظه وفي اي حته مصير الاقيها. ازيك يا محمد؟ ازيك يا باشا؟ هي محاولة يا باشا قبل ما نلعب بالكركم الجديد، بس برضه أنا مش عايزه يعرف دلوقتي. وليه نضيع وقت بس يا فتحي؟ ما أنت عارف ده راجل مختل وملوش أمان. يبقى خلاص مفيش غير موضوع التظلم اللي هترفعه لرئيس مجلس الإدارة. رافض باشا، ما تنساش إن أنا نائب المدير، يعني ما ينفعش إن أنا أرفع تظلمات. المفروض انت اللي تعمل كل الكلام ده. وبعدين يا سيدي لو ما خدناش اللي احنا عايزينه اهو برضه نبقى استفدنا. والله يا فتحي انا مش فاهم هيبقى استفدنا ايه من مقابلتي لمراد تاني. الراجل ده انا مش مطمن له ابدا. وبعدين موقفي المالي دلوقتي بقى حرج جدا. حرج ايه وبتاع؟ يا باشا ربنا يخليك لينا وللبلد. اسمع رأفت باشا، انا عايزك تثق في كلامي وشوف بقى فتح القطان هيظبط لك الحياة ازاي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا حضرتك بقى الخبير الاقتصادي العظيم اللي البلد كلها بتتكلم عنه. ده انت سنك صغير قوي على كل اللي بيتقال. لا 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 العفو، وبعدين صغير ايه؟ ما هو بان اهو. اتفضلي. انت مش مصدقني انت حر، بس انا كنت جايه متوقعه اشوف صوره تانية خالص. طب الحمد لله ابانا كده كسبت الجوله الاولى. انت كسبت المباراه كلها. المهم بقى انا واضي معاك هيبقى ايه؟ لا 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 حضرتك هتستريحي معايا جدا. هو انا ممكن اضيع فرصه زي دي؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا اسف على اللخبطه، بس المكتب الحقيقه مش منظم قوي. انا شرفت معرفه حضرتك. الشرف لينا يا استاذ مراد. يوه انا بتخنق قوي من الرسميات دي. امتى بقى نبقى اصحاب عشان اتكلم معاك براحتي؟ استاذ مراد بليز المساعد بتاعي بره، ممكن بس تأمر له ان هو يدخل؟ قوي قوي طبعا يا فندم طبعا. حضرتك تشربي ايه؟ قهوه. مظبوط. اقعدي تختاري هدومك في ساعه وفي الاخر تخلص على بنطلون وتيشيرت من اللي انت بتلبسيهم دول. لا 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 لا، ما انا خلاص بقى قررت اغير ستايلي خالص. انا اتخطبت وهبقى مسؤوله عن بيت واسره. طيب يا ستي بتاعت الاسره، يلا عشان ما تتاخريش. ماما طبعا انتوا على ايامكم كنتوا بتلبسوا الحاجات الهبله دي خالص. بصراحه يا مها لا، ما كناش بنلبس الحاجات دي. بس لو انتوا بقى دلوقتي لبستوا اللبس اللي احنا كنا بنلبسه زمان هيقولوا عليكم رايحين النادي ولا رايحين بلاش. طبعا ميكروجيبات بقى وشورتات وجسم طويل تحفه. امال احنا شنجلنا دون جوان مراد ازاي؟ بس يا بنتي عيب كده، ما تقوليش الكلام ده. لا بجد يا مها كل حاجه كانت مختلفه. الناس ما كانتش بتضايق بعضها، والدنيا كانت واسعة وحلوة، والناس كانت هادية ورايقة. يا رايق انت وزمن الحب الجميل. بصي بقى انا عايزاكي تقعدي معايا كمان ده كده عشان نظبط يوسف. احنا متفقين من الاول انا ماليش دعوة بعلاقتك بيوسف. بس عارفة يا مها بجد الحب على ايامنا متهيألي انه احلى من الحب دلوقتي. ده اكيد. يا بختكم. انا بصراحة معجبة قوي بالحب والتفاهم اللي ما بينك وما بين بابا. وان شاء الله انت ويوسف برضه هتبقوا كده. يا رب. تجيبوا سلمى. يلا عشان ما تتاخريش. حاضر. انا مش لاقيه اي وصف تاني غير كلمه حلم. حلم للوصول لاقرب درجه مثاليه لشكل الحياه. فرايتي في تصميمات المباني، فيلل او عمارات، وبالرغم من كده بتلاقيهم في الاخر مرتبطين بروح واحده مع بعض. ديزاين يخليك تحس بالراحه وانت باصص للمكان، يشجعك انك تقرب منه، انك تعيش فيه. بصي يا استاذ مراد، مساحات خضراء كتيره جدا، واللاندسكيب بتاعها معمول بشكل مبهر وبطريقه غير تقليديه، يحسسك كده ان انت عايش في الجنه. وفي وسائل طبعا ترفيه لكل الناس، الكبار والصغيرين، مستشفيات، مدارس، سينما، نادي، كل حاجه. وعلى فكره خطه تسويق المشروع معموله بطريقه تقلل الريسك لو الاسعار اختلفت حتى على مستوى العالم كله. مش بس كده،
وتساعدنا كمان على تسويق مشروعنا في مصر وكل الدول العربية وفي زمن قياسي. ايه رأيك بقى يا أستاذ مراد؟ وعلى فكرة أنا هسيب لك السي دي عشان تراجعه بنفسك، وطبعا لو في أي حاجة ضروري هتتصل بيا. أحمد بليز اتفضل أنت. أستاذ مراد، أنا متأكدة إن محدش هيقدر يحس بروعة المشروع ده غير اللي هيقدر يقرر إن هو يحلم بيه معايا. تعرفي أنا دلوقتي بس قدرت أفهم معنى كلام الناس عنك وإزاي إنك أنت قادرة تديري البيزنس ده كله. أنت فيكي ميزة مهمة جدا، بتقدري تخرجي من الناس أحلى ما فيهم. مش كله، في ناس لسه بدري عليهم قوي على ما يطلعوا كل اللي جواهم، الظاهر إن هم هيتعبوني. طب ما تجمدي قلبك كده وتجربي. كده يعني على ضمانتك. هنشوف. اتفضل. ميرسي. اتفضل. في ايه يا مدام انجي؟ فيني ما فيهوش غير نمر المكتب. بليز ممكن تكتب لي نمره البيت والموبايل؟ ايوه طبعا. انا ما خدتش بالي، بس برافو عليك انك انت لحقتي تقريه. عشان مركزه يا استاذ، ولو انت مركز معايا كنت هتلاقي كل نمري الخاصه كاتباها لك عشان تعرف بس مين فينا اللي لازم يجمد قلبه. اتفضلي. انا هتصل بيكي في اقرب فرصه علشان نبتدي الشغل ان شاء الله لو في نصيب، ونبتدي كمان اجراءات القرض في اسرع وقت. مش مهم الشغل، المهم ان احنا نكسب معرفه ناس زي حضرتك يا استاذ مراد، وزي ما انت بتقول كل شيء نصيب. مدام انجي انت ماشيه بسرعه كده. ايوه، هو في اي حاجه تانية؟ اورفار يا استاذ مراد. اورفار. زمان انجي خلصت الاجتماع بتاعها، ترى عملت فيه ايه؟ اجتماع مهم يا باشا؟ يعني سكه جديده بنحاول نفتحها، بس لو ظبطت هتحل لنا ازمه كبيره قوي. ربنا يسهل يا باشا، وبعدين مدام انجي تلميذة سعادتك. ايوه، بس تلميذة ذكية قوي، لو استاذها ما خدش باله كويس ممكن يلاقي نفسه بره اللعبة. عشان كده انجي هانم مش لازم تعرف حاجات كتير قوي موجودة في شغلنا يا اشرف. تمام يا باشا، عين العقل برضه. عايزاكي تحضري لي مواعيد بكره، وعايزاكي تطلعي لي نمره مدام كريمان الشربالجي. خشي وانا هحصلك. اوكي. لطفي تعالى انا عايزاك. قولي يا لطفي، انت ما ردتش عليا ليه لما طلبتك وانا نازله من البنك؟ ما انا قلت لحضرتك يا هانم التليفون كان في الطابلوه وما سمعتش الجرس. ياه، حاجه غريبه قوي. ده انا افتكرت يعني ان كان معاك مكالمه وما ردتش عليا. يا فندم لو كان ده صحيح كان الخط يبقى مشغول، وبعدين حضرتك سالتيني اول ما نزلت من البنك وقلت نفس الرد. اه عندك حق، صدقني بقيت حاسه اني ممله وزهق. العفو يا هانم، انا مش عارف حضرتك كده بقالك يومين بتعامليني بطريقه غريبه قوي. مش عارف ليه؟ اقول لك انا، عشان الغباء. انا ممكن احترم اي حد الا الاغبياء. هات تليفونك. ليه يا فندم؟ عشان اقول لك كنت بتكلم مين يا لطفي. عبد الوهاب بيه يا لطفي، اتفضل. طبعا كان ممكن تكون اذكى من كده وتقول انك كنت بتكلمه فعلا، لكن ما قدرتش لانك عارف انك بتعمل حاجه غلط. بس احنا اتفقنا انك غبي. يا هانم انا ماليش ذنب. انت تخلص خالص. هات المفاتيح. مع السلامه. بدي درس الواحد قبل ما ارفده. اسمعني، من بكره تشوفيني سواق تاني. انا طردت لطفي، عايزاه يبقى احسن مني. حاضر، بس
بس هو لطفي عمل حاجه؟ البي فاكرني نايمه، فاكر اني مش عارفه انه جاسوس عبد الوهاب عليا. اسمعي، السواق اللي جاي ده على مسؤوليتك انت، وانت اللي هتتحاسبي. حاضر. نمر مدام كريمان وفي معادن هنا، وهطلع اكيد لطفي بره، هقول له يجي بكره على المكتب عشان اديله بقيه حسابي. حضرتك عايزه اي حاجه تانية؟ ميرسي يا شيرين، اتفضلي انت. باي باي. الو، هاي كريمانه. انجي، اخبارك ايه؟ لا ما تخافيش، مش ناسيه. بس اسمعي بقى، انا عايزه منك حاجه. في واحد معين لازم تكلميه وتعزميه على الحفله. مراد الزيادي.